مثل ما رح تشوفوا مشاهدينا جبنا باتشي لعنا على استديوهاتنا بيوم جديد، بس اكيد بعد هذا اللقاء مع السيده بريجيت ظاهر مسؤوله تصميم باتشي بيبي، اكيد كلكم رح بتروحوا على باتشي لتتعرفوا على تشكيله باتشي بيبي من خلال هاللقاء مع مجموعه من الايتمز موجوده عنا وديزاين كثير حلو. اهلا وسهلا فيك مدام ظاهر، يعطيك الف عافيه. حضرتك مسؤوله تصميم باتشي بيبي، بالبدايه اذا بدنا نحكي عن المجموعه الجديده واللي هيك بتفرفح القلب مثل ما انا عم شوفها والمشاهدين ايضا من خلال الكاميرا، شو ممكن تخبرينا باختصار عن كونسبت باتشي بيبي وتاريخه؟ بلشت فكره السوفينير والشوكولا ديكوري والبلاتو ديكوري للنسانس وللمارياج مع باتشي من 40 سنه. يعني في كثير ناس بعدهم بيتذكروا انه باتشي كان البايونير، كان الرائد بهالشيء واول مين عرض هالفكره بلبنان. نعم. الفكره لقت كثير نجاح وصارت تنتشر مع انتشار باتشي العالمي ومن بلد لبلد يعني، والسوفينير تطور. غير البونبونير صار عندنا السوفينير الفضه الكريستال اللي بيشتهر فيه باتشي البورسلان. نعم. وكمان باتشي كان اول من اخذ وكالات لماركات عالميه مثلا مثل بيبي جار كسوفينير، وكان كانوا ينعرضوا بالبوتيك. نعم. مدام ظاهر، يعني من وين بتستوحوا كل هالافكار للمولود الجديد وبتتبعوا لاين معين؟ هلا عالم البيبي عالم واسع وحلو وكلورفل وفرح، كثير هين نستوحي منه يعني، خاصه اذا بنحب الاولاد او عنا اولاد. نحن اكيب من ديزاينرز. حضرتك عشتي هالتجربه؟ مزبوط مزبوط. وكان في لي كمان هيك تحضير خاص لل اكيد البيبي مع ولدين. ايه اكيد. نحن اكيب من ديزاينرز بيطلعوا بافكار بيصمموهم، وبرودكت ديفلوبرز حرفيين عندهم خبره واسعه بتنفيذ هالافكار، لانه الفكره قد ما كانت حلوه اذا ما تنفذت بطريقه منيحه انتزعت. بقى هالاكيب كلها بتسافر بتروح على معارض، بنشوف اخر موضه بالفاشن، اخر موضه بالديكور البيت، وبنستوحي منهم لدائما نعطي افكار جديده للزبائن. نعم، يعني كونك عايش بهذا الجو اليوم نشوف انه في شركات كثير كبيره كمان عندها تصاميم وعندها يمكن الخط تبعه في منافسه، كيف تعمل باتشي اليوم من خلالكم ومجموعه الديزاينرز حتى تكونوا موجودين وتضلكم انتم السباقين طالما قلتي لي من 40 سنه مزبوط. يعني موجودين بهالافكار الجديده؟ مزبوط، مثل ما قلنا من 40 سنه يعني هلا الاشياء كثير تغيرت، ما عدنا الوحيدين بالسوق، صار في كثير ناس عم بتقلد باتشي وعم بتقلد ستيل باتشي وتجيب زيت الاكسسوار. سو من هيك ما كان في غير حل واحد، هو انه نخلق لاين خاصه فينا برايفت ليبل سميناها باتشي بيبي، اسم كثير هين لينحفظ يعني. هو عباره عن هالكاركتر يلي تصمم خصيصا لباتشي. نعم. هيدا البيبي ومعه تيدي بير دب صغير موجود هون على السوفينير، هو الكاركتر تصمموا لنا وبيتنفذوا لنا، وكل مده الى الفكره 5 سنين، من سنه لسنه اكيد بنجددها، كل مره بنغير له لوك معين، مره بتكون البنت فاشينيستا، هلا عاملين الصبي مران حاطين له شابو مران لابس ريه، كل مده في لوك جديد، في خبريه جديده، قصه جديده للبيبي مع باتشي بيبي، وهالشيء بيطبق على السوفينير، على الاكسسوار الشوكولا، على الكوميونيكاسيون بالفيترينات، على كل شيء يعني. باتشي بيبي صار عنده هالايدنتيتي الخاصه فيه. نعم. اللي مش موجوده بالبيبي، يعني هويه خاصه مستقله بتميزه، بمجرد نشوف هالكاركترز بنعرف انه نحن هون بباتشي بيبي. مزبوط، ومن دون ما نطلع على الستيكرز خلاص يعني خلص. صارت سيمبوليك معروفه. مزبوط. طيب اذا بدنا نحكي شوي عن تشكيله ربيع وصيف 2014 وشو القاسم المشترك بين كل هالايتمز والثيمز اللي مطروح اليوم بالاسواق، مثل ما شايفين يعني مع كاميرا زميل زياد عم نشوف اللون الازرق والزهري، ديزاين مهضوم كثير، امبلاج حلو لسوفينير الشوكولا وغيرها من الايتمز ايضا. بباتشي كل 4 اشهر في كوليكسيون جديده فيها 6 تام، بيتقسموا بين تام كلاسيك، كلاسيك قصدنا يعني الالوان الازرق والزهر مثل التام هلا اللي معنا تام السيرك. نعم. وفي عنا التام المودرن اللي هلا عم بيصير في طلب عليهم كمان من الكوبليت الجان اللي بدهم قصص تراندي وخارجه عن المالوف. نعم. والكلاسيك كمان له حصته بضل حاضر كمان. ايه اكيد، بتام الكلاسيك مثل ما قلنا في تام السيرك، هيدا معمول باللون الازرق والزهر للصبي وللبنات،
في عنا تامل مارين للصبي ابيض وكحلي ومدخلين في اكسسوار من خشب. في عنا كمان تامل للبنت كلاسيك هو الباليرينا اشخص ستاتيو للبنت من بارسلان كلها الوان زهر وباستيل ورايقه. وكمان هلا جديد عاملين منزلين تامل مونديال بتعرف المونديال بتصير كل اربع سنين ايه ولهم حق الصبيان يعني نعمل لهم تام خصوصي للمونديال مع كذا اعلم الوان يعني فينا نقول انه هيدي هي خطوط وعنوان ربيع وصيف 2014 مع باتشي بيبي وان شاء الله نكست تايم بالحلقه الجايه بنفرجي غير تام لانه هون جايبين بس تام السيرك حاطين تام السيرك بالازرق والزهر نحن بنسميه كلاسيك بس هو الفكره كلاسيك يمكن ننطلق ان من الالوان انها كلاسيك انه ازرق الوان غير كلاسيك والبنات بس الافكار اوريجينال بطريقه التنفيذ ما في شيء كلاسيك يعني فور اكزامبل بدي فرجي هيدا حبه الشوكولا هي عندها زميل عون لو سمحتي روبان بس معمول بطريقه كرييتيف جديده يعني المضمون خلينا اياها على الكاميرا اوكي كمان هون اذا فينا يعني بعدها بفكره الروبان بس طورتوها يعني طلعتوها هيك تاتش اضافي لكم لا دائما نتجدد ونعمل اشياء جديده نعرض افكار جديده للكلاينتس نعم مزبوط. طيب كنت عم تحكي عن هيدي الالوان التقليديه انه كيف فيها تنافس وقلتي لي انه في كابل بيجوا يعني جداد وهيك حياتهم يمكن بحبوا السرعه والالوان كيف قادره هيدي الالوان تنافس بتغيير الموديلات يعني صار شيء شخصي حسب كل كوب شو عبالهم يعني منجرب الكلاسيك مثل ما قلت لك المضمون يضلوا كرياتيف وجديد ومتجدد بس يلي حابب الالوان الفلويو مثلا كيف درج مد الفلويو استعملنا البلاكسي الفلويو هلا الاكسسوار كمان من بلاكسي كلهم هول يعني نحن بنعرض عليهم كل شيء موجود وبنترك لهم الحريه هن يشوفوا شو اللي بيناسبهم شو بيبقى مع بيتهم كمان لانه حلو هالديكور يكون ظابط مع البيت مين بيقنع الثاني؟ حضرتكم ولا الزبائن؟ فكرت قصدك الام او البي كمان ما بصير في هيدا المناقشة بيناتهم كمان ايه هلا خاصة مع المونديال كل طبيعي الرجال رح يروحوا لفكرة المونديال طيب خلينا نحكي شوي عن هلا التشكيلة الجديدة اللي عم نشوفها نحن اخذنا فكرة مع زميل زياد بيخلي عدسة الكاميرا وهلا كمان يعني ايتمز جداد عم نشوفهم سوفونير وامبلاج شوكولا شو فينا نقول عن هالتشكيلة شو بتتضمن وكيف يعني بتشتغلوا على تصنيع هالمنتجات دائما الكوليكسيون نحن بنحضرها قبل بسنه بنطلع بالافكار طريقه التنفيذ هي اللي بتاخذ اكثر شيء وقت يعني الايتم بنصنعه بنرجع بنعدل فيه في تعديلات كثير خاصه هيك اشياء او الكاليتي دائما ننتبه ماكسيمم على الكاليتي تكون افضل كاليتي مثل ما معودين كلاينتس باتشي وبتتحضر الكوليكسيون قبل بوقت بنصير نزيد لها شوكولا يعني اوكي معروف باتشي بالشوكولا بس بنخترع اشياء جديده مثل هون عندنا شوكولا السيجار مبين بالبلاتو هو على شكل السيجار وكثير عم بيحبوه اكيد اكيد هيدا هو السيجار وصلنا على العلبه معك زياد وهيدا السيجار بايدي شوكولا على القليلة صحي أكثر دائما بينبسطوا بال ايه وسيجار سيجار يعني مواصفات السيجار مزبوط وعليه مساج ويلكم بيبي حلو كثير وباتشي بيبي يعني هيدا التخصص اليوم بتصور انه يمكن خفف هالحيرة عند الأهل لما كانوا يروحوا قبل انه صار في متخصص يعني أكيد. نقصد باتشي بيبي مزبوط. نعرف حالنا شو بدنا ومنلاقي كل بكل البوتيك ب 18 فرع اللي عنا هون مين محل ما يروحوا يعني البوتيك في حدا يساعدهم وحتى فيهم يطلبوا ينعمل لهم سبيشال اوردر يعني اذا حدا كان حاطط فكره معينه براسه وما لقاها ما موجوده عنا في عنا سيرفيس سبيشال اوردر بنصمم كل الافكار وطبقوا لهم اياها طيب مدام ظاهر بسياق الحديث
ذكرت انه بنقوا كمان الضيافه والديزاين يلبق على بيتهم، انتم عندكم هيدي الخدمه تروحوا على بيوت الزبائن كمان يعني تنفذوا لهم الديكور والزينه ايضا؟ ايه اكيد، عندنا هالسيرفيس يلي مش بس للبيبي وللويدينغ وحتى هلا للبريمير كوميونيون كمان هلا موسم بايار. مزبوط ايه، بيطلبوا منا انه نحضر لهم تيبل سيت اب بالبيت، وفي عندنا اكيب اكيد بنكون محضرين هالشيء قبل متفقين معهم على كل شيء مضمون، وبنطلع على نهار الايفنت وبنحط الديسبلاي عندهم. بنعطيهم نحن افكارنا وهن بيشاركونا شو على بالهم، في كثير اوقات ناس بيجوا حاطين فكره معينه براسهم بننفذ لهم اياها حسب هن كيف بدهم. ويمكن الناس لما بيشوفوا هالشوا الكبير كمان بيغيروا فكرتهم وبيتجهوا الى يعني تفكير اخر. ايه كثير بحبوا نفرجيهم صور شو عاملين قبل، انه خبره باتشي نعم. كثير بتساعد وبيحسوا بيرتاحوا يعني انه في حدا سبيشلايزد بهالشيء بيقدر يهتم بالبروجي كله من الاول للاخر. مثل ما قلت لكم مشاهدينا احنا جبنا باتشي بيبي لعنا، بس اكيد بعد هذا اللقاء مع مدام برجيت ظاهر مسؤوله تصميم باتشي بيبي رح انتم تزورون على كل حال باسفل الشاشه كل أرقام التليفونات الخاصة بكل فروع باتشي بيبي بي لبنان، مرقت وفيكم تسجلوها لتختاروا اللي بيناسبكم، وألف مبروك سلف لكل المناسبات الحلوة. أنا بدي أقول لك ميرسي، شكرا لحضورك معنا. عندك هيك نصيحة سريعة جدا نختم فيها لقائنا معك لكل اللي عم تتحضر أنها تصير ماما جديدة؟ يجوا يزورونا بالبوتيكات وأكيد رح يكونوا أكثر من مبسوطين. اوكي شكرا لك وجود لك لباتشي بيبي. ميرسي بوكو. مشاهدينا بنروح الى فاصل من بعدها بنتابع.